الإخبارية إياد كورين. السلام عليكم أخي إياد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أبو حسين. أهلا وسهلا بك أخي إياد. إذن همجية النظام أصبحت يعني أمر معتاد، ولكن أيضا نريد الحديث عن انتصارات أبطالنا وعن سبب انسحاب هذه الحواجز التابعة للنظام في هذا الوقت بالذات. نعم، على ما يبدو أن هذه الحواجز التي انسحبت إلى داخل مدينة جسر الشهور أعادت ترتيب وتمركزها بعد أن قام الزوار المرابطون حول المدينة باستهدافها بقذائف الهون مرات ومرات، حيث انسحبت إلى داخل جسر الشهور نتيجة القذائف التي تنالها من قبل الزوار. في كل يوم يتم استهدافها بقذائف الهون. نتحدث عن المستجدات الميدانية والتطورات في محافظة إدلب لهذا اليوم، حيث لحظ في ريف إدلب المحرر بشكل عام استهداف المساجد أو المناطق بالوقت الذي كان فيها الناس بصلاة الجمعة، سواء بالقصف المدفعي أو بالطيران الحربي، حيث تعرضت كورين اليوم لقصف مدفعي من معسكر المصطومة بالتزامن مع خروج المصلين من صلاة الجمعة، مما أدى إلى سقوط بعض الجرحى بينهم أطفال، وأدى ذلك القصف إلى دمار 3 منازل. كما تعرضت مدينة سرمين لغارتين بالطيران الحربي، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى بالإضافة إلى الدمار بالأبنية وخسائر مادية. هذا ما خلفه القصف على المدينة. كذلك تم استهدافها قبل قليل بقصف مدفعي من معسكر القرميد. كذلك بلدة ناصران تم استهدافها بغارة جوية نفذها الطيران الحربي على البلدة مع صلاة الجمعة، مما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص من عائلة واحدة، حيث تم انتشارهم من بين الأنقاض بظروف صعبة للغاية، بالإضافة إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين. كذلك تم استهداف قرية قميناس من معسكر القرميد بقصف مدفع عنيف أدى إلى الدمار ببعض الأبنية. قرية بسلية في الريف الشمالي تعرضت لغارة جوية من الطيران الحربي، مما أدى إلى دمار بالممتلكات. وصباح اليوم Oh,